لماذا أنت هنا يا كيان؟ قل لي، هل جئت لاستعراض وفائك لي أم جئت لتحتقرني؟ حاشا، بل جئت كي أوقظ فيك أسد العرب النائم. أنت عزة العرب وحميتها، جئت كي أستثير العاصفة في بحر حميتك. من أجل ماذا؟ لنصرة الحسن بن علي. ليس من المروءة أن يبقى سبط النبي وحيدا وأنت مشغول بحقلك وقمحك. وأنتم ماذا فعلتم وقد كنتم معه هناك؟ هل تقيس نفسك بأمثالي يا أبا إسحاق؟ أنت المختار بن عبيد الثقفي، القائد الذي فتح بلاد فارس، وهل من عربي لا يعرف أبا عبيد الثقفي أو لم يسمع به؟ أين الثرى من الثريا يا مختار؟ وهل تتوقع فعل معجزة من شخص فارسي لا مكانة له أو لأصله بين العرب؟ نعم، أتوقع إعجاز خندق سلمان. لماذا لم تكن كسلمان الفارسي إلى جانب ابن رسول الله يا كيان؟ العربي اليوم مختلف عما كان عليه في زمن الرسول يا مختار. إذن لا تعمد إلى دق مسمارك في الحجر. اسمعني يا كيان، اسم أبي عبيد لا يعني لهذا الإنسان العربي اليوم أي شيء. وهل من شهرة تراها أكثر من أن تكون صاحب ذي الفقار وقال عباب خيبر؟ إن هؤلاء الناس لم يرحموا فيما مضى ابن عم رسول الله وصهره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إن إغراء الذهب الشامي وخداع أهل تلك الديار ذهبا بعقول وإيمان العراقيين. الكوفي هو اليوم أشبه ما يكون ببعير مربوط أو مشلول واقع في الوحل لا تهزه صيحات أمثالي. اذهب اذهب، فالأفضل لي أن أكون فلاحا مثمرا وليس محاربا فاشلا. مختار، هذا يكفي. تكلمنا بما فيه الكفاية ولم نتوصل إلى أي نتيجة. صداقتنا في مكانها وطريقان مختلفان. مختار، عدو جائر خير من صديق خاذل. سهم العدو يصيب الجسم وسهم الصديق يصيب الفؤاد. جرح وحدة سبط رسول الله أكثر عمقا من جرح خنجر جراح ابن سنان. والله كنت مستعدا كي ألاقي منك إجابة تكون بلسما على جرح غربة سيدنا الحسن بن علي.